أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية جديدة من العربية. أعلنت الحكومة البريطانية بدء حالة الحداد الوطني حتى انتهاء مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية. وأكدت الحكومة البريطانية في بيان أن أعضاءها موحدون في دعم الملك تشارلز الثالث. وقالت مراسلة العربية إن الحكومة البريطانية اجتمعت صباح اليوم لإقرار مراسم تشييع الملكة، كما سيعقد مجلس العموم البريطاني جلسة في وقت لاحق اليوم. وكان ملك بريطانيا تشارلز الثالث أعلن الحداد الملكي من اليوم وحتى بعد 7 أيام من الجنازة التي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، فيما غادر الملك تشارلز قصر بالمور متجها إلى لندن. ونشاهد مع حضراتكم هذه الصور المباشرة، حيث من المقرر أن يغادر الملك تشارلز الآن اسكتلندا في اتجاه إلى العاصمة لندن، حيث من المقرر أن يقوم بإلقاء خطاب إلى البريطانيين، هو الخطاب الأول له بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وسط ترقب شديد لما سيكون في هذا الخطاب من مضمون، خاصة لما كانت تتمتع به الملكة إليزابيث من شعبية ومكانة كبيرة في قلوب البريطانيين، وبالتالي العين على هذه الكلمة. ها هو الملك تشارلز الثالث يصل الآن إلى مطار إبرين في اسكتلندا. هذه الطائرة من المفترض الآن أن تقل ملك بريطانيا تشارلز الثالث من اسكتلندا إلى برلين، إلى لندن عفوا، حيث العاصمة البريطانية التي تنتظر وصوله لإلقاء خطابه الأول. من المفترض أن يكون هذا الخطاب مسجل ويذاع تلفزيونيا، كما ذكرنا هو الخطاب الأول له بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. بالطبع جثمان الملكة ما زال في اسكتلندا، ومن المفترض أن هناك خطة وضعت قبل وفاة الملكة كانت وسائل الإعلام قد سربتها، وهي الخطة التي عرفت بجسر لندن، حيث من المقرر نقل الملكة إلى قصر باكنغهام في لندن، حيث تجرى مراسم التأبين الرسمية لها، وسيكون هناك جدول زمني معد وفقا لخطة معينة تتعلق بمراسم الدفن والجنازة وتقديم العزاء. وحل أمير ويلز الملك تشارلز محل الملكة الراحلة، ونتعرف في هذا التقرير على أهم المحطات في حياته. Let us give thanks to Almighty God for the birth of a son to Her Royal Highness the Princess Elizabeth and our husband the Duke of Edinburgh. تشارلز فيليب آرثر جورج ويندزور هو الاسم الكامل للجالس على عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وقائد الكومنولث. ولد عام 1948 في قصر باكنغهام، أصبح ولي العهد البريطاني وعمره 3 سنوات إثر وفاة جده الملك جورج السادس
واعتلاء والدته إليزابيث العرش. تلقى تعليمه في المدارس العامة ودرس علم الآثار والأنثروبولوجيا والتاريخ، وكان أول فرد من الأسرة الملكية يحصل على شهادة جامعية. في عام 1969 توج رسمياً أميراً لمقاطعة ويلز في مراسم سلمته فيها الملكة إليزابيث رموز العرش: السيف، التاج، الخاتم والعباءة. To become your liege man of life and limb and of earthly worship. And faith and truth I will bear unto thee to live and die against all manner of folks. على خطى والده وجده واثنين من أجداد جده، تلقى الأمير تشارلز تدريباً في سلاح الجو الملكي. تخرج كطيار حربي، ثم التحق بدورة في الكلية البحرية الملكية قادته إلى مهام على متن مدمرات وفرقاطات. تقلد مناصب عسكرية وكوفئ بالأوسمة تقديراً لخدماته المميزة في مختلف فروع القوات الملكية المسلحة. عام 1981 تزوج الليدي ديانا سبنسر، شابة أرستقراطية ومعلمة روضة أطفال، في حفل زفاف تاريخي في كاتدرائية القديس بولس كان محط أنظار العالم. I, Charles Philip Arthur George, take thee Diana Francis, take thee Diana Francis, to my wedded wife, to my wedded wife, to have and to hold from this day forward, to have and to hold from this day forward. زواج انتهى بعد 11 عاماً بطفلين ويليام وهاري، وطلاق بعد علاقة غرامية بين تشارلز وكاميلا باركر بولز شكلت مادة دسمة للإعلام. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. نهاية مأساوية للأميرة ديانا التي توفيت بحادث سيارة في فرنسا مع صديقها المصري دودي الفايد والسائق عام 1997. عام 2005 تزوج تشارلز وكاميلا التي أحبها 35 عاماً في حفل زفاف مدني متواضع. خلال حياته كولي للعهد اهتم تشارلز بالبيئة وحوار الأديان وقضايا المجتمع والشباب. ألف كتباً عدة، منها كتاب عن تغير المناخ ووجهة نظره الشخصية في الهندسة المعمارية، وقصة روائية للأطفال تحولت فيلماً قصيراً للرسوم المتحركة. انتظر ولي العهد الأمير تشارلز طويلاً لتولي العرش، والآن ماتت ملكة، عاش الملك. من لندن، ريما مكتبي، العربية. ونتابع مع حضراتكم مغادرة الملك تشارلز من اسكتلندا، حيث يتجه إلى لندن بعد قليل لإلقاء خطابه الأول بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. هناك استعدادات تجرى في لندن الآن لهذه الكلمة التي سيلقيها الملك الجديد تشارلز الثالث، وسط توقعات بأن يحمل خطابه مواساة للشعب البريطاني في وفاة الملكة التي كانت تتمتع بشعبية ومكانة كبيرة في قلوب البريطانيين، حيث عاشت معهم فترة طويلة للغاية، هي الأطول في كل فترات الحكم الملكية في بريطانيا. وبالتالي نتابع أيضا مع حضراتكم، وفقا لمراسلة العربية، مجلس العموم واللوردات البريطانيان يعقدان جلسة مشتركة حاليا، حيث من المتوقع أن يكون هناك دعم للملك الجديد والذي سيلقي خطاب متلفز على المواطنين البريطانيين. هو الخطاب الأول له وسط ترقب كبير
هذا الخطاب، وهذه جلسة مشتركة لمجلسي العموم واللوردات في بريطانيا. سيد الرئيس، في الساعات منذ أخبار ليلة أمس المؤلمة نشعر بحزن كبير لرحيل جلالة الملكة، وقد نكست الأعلام والتعازي أرسلت من كل أنحاء العالم منذ وفاة والدها. وسن تشرشل قال أن رحيله كان هو بمثابة تعطيل لمسيرة أمة كاملة، والآن الحياة بعد أن استؤنفت الملكة الراحلة الملكة إليزابيث الثانية كانت من أعظم القيادات العالمية، وقد كانت صخرة كبيرة بنيت على أسسها بريطانيا الحديثة، وكانت 25 من عمرها عندما أصبحت ملكة وحركت أمة نمت وازدهرت تحت قيادتها. اليوم المملكة أصبحت متقدمة وعظيمة من جديد بفضلها، واليوم أيضا نشيد بكل ما حققته وكرست نفسها لإنجلترا وإيرلندا، وهي تحب هذه الدولة هذه المملكة وأعطتها كل وقتها. وخلال أصعب لحظات الجائحة أعطتنا الأمل أننا سنلتقي من جديد، عرفت أن هذا الجيل من البريطانيين سيكون قوي، واليوم نلتقي ونتذكر بتعهدها الذي قدمته بعيد ميلادها 21 عندما كرست نفسها للخدمة. إن إخلاصها هو مثال لنا يحتذى، وحملت كثير من الالتزامات وحملت مسؤوليات وقدمت كثير من التشريعات وقدمت كل ما يهم حياتنا. حجم الأعلى هي لإنجلترا العظيمة، وهي أفضل الدبلوماسيين، وزيارتها لجنوب أفريقيا وإيرلندا هي لتجاوز الاختلافات. تابعنا مع حضراتكم كلمة ليز تراس رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، وهي آخر رئيسة للحكومة تؤدي اليمين أمام الملكة إليزابيث الثانية. كانت إليزابيث الثانية قد عاصرت 15 وزارة وحكومة بريطانية، بدأت بتشرشل وانتهت بليز تراس. كان آخر ظهور للملكة أيضا في صورة جمعتها بليز تراس، وهي تؤدي اليمين أمامها لتسلم المهام كرئيسة للحكومة البريطانية. ها هنا أيضا نشاهد على شاشة العربية الآن الصور للملك تشارلز الثالث يغادر اسكتلندا متجها إلى لندن. هذه صور مباشرة من اسكتلندا حيث كانت العائلة المالكة بأكملها مع الملكة قبل وفاتها بأيام، بعدما تداعت حالتها الصحية بشكل كبير. وهذا هو الملك ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث، ها هو الآن سيغادر اسكتلندا ويتوجه إلى لندن، بينما يبقى جثمان الملكة إليزابيث الثانية لفترة ما في اسكتلندا، حيث سيتم إعداد خطة، أو هي خطة معدة بالفعل وفقا لإطار زمني لم يتم الكشف عن تفاصيله حتى الآن. ربما هذا البرنامج كان قد نشر في وثيقة سميت بجسر لندن، وضعت بعض الخطط الزمنية لمراسم التأبين والدفن والعزاء،
ولكن ما زال هناك توقعات بأن يكون هناك ثم تعديل في الجدول الزمني وفقا لرؤية الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد. ها هو يستقل هذه الطائرة متجها إلى لندن، حيث من المقرر أن يلقي خطابه الأول، وهو خطاب تلفزيوني سيكون مسجل يتم إذاعته على البريطانيين بعد تسجيله وفقا لمصادر إعلام بريطانية. وينضم إلينا من لندن الصحفي محمد شبارو. مرحبا أستاذ محمد، هناك تساؤلات حول الكلمة المرتقبة لتشارلز الثالث، هناك توقعات حول مضمون هذا الخطاب، خاصة والسؤال المطروح، هل يستطيع الملك الجديد تشارلز الثالث أن يملأ بالفعل الفراغ الكبير الذي تركته الملكة إليزابيث الثانية، خاصة وأنها كانت تتمتع بشعبية وسمعة دولية كبيرة للغاية؟ يعني الملك تشارلز الثالث ليس غريبا على مؤسسة العرش، وليس غريبا على عمل وجهود التي بذلتها والدته الملكة إليزابيث الثانية على مدى 70 عاما في خدمة البلاد. هل سيكون هو يعني رديفا ومنذ اليوم الأول قادر على ملء الفراغ الكبير الذي تركته على المستوى المحلي الوطني هنا في المملكة المتحدة، ولكن أيضا في دول الكومنولث وهي يعني رئيسة الدولة في 15 دولة أخرى، أو في العالم على مدى بشكل أوسع؟ طبعا لا في البداية، ولكنه سياسي مخضرم، ولطالما عمل في مجالات عدة من القوات المسلحة إلى الدبلوماسية العامة، عاملا ضمن فريق عمل الملكة إليزابيث لمدة يعني أكثر من 50 عاما حينما يقوم بمهام ولي العهد ويمثل والدته في أكثر من حدث ومناسبة، إن كانت اجتماعية إن كانت ثقافية أو إن كانت سياسية أو حتى عسكرية. وبالتالي الأمير تشارلز هو أيضا يقال عنه أنه سياسي محنك، رغم كل المراحل التي مر بها، وربما انتقده البعض على تصرفات كانت شيء ما شبابية، لكنه اليوم سيدخل قصر باكنغهام خلفا لوالدته ويركز فيها أعتقد على استمرارية نهج الملكة إليزابيث التصالحي الموحد للبلاد، وأيضا فاعل الخير والساهر على تحسين أوضاع المواطنين البريطانيين، ولكن أيضا أن تلعب بريطانيا دورها في العالم على عدة مستويات. طيب، إن كانت إليزابيث الثانية تولت الحكم أيضا في بريطانيا في فترة عصيبة للغاية، كانت هناك بعد الحرب، وكانت هناك سياسات التقشف، وكانت هناك إنهاء لسياسة الإمبراطورية البريطانية، كانت هناك النزعات الخاصة بالجمهوريات في أوروبا بأكملها، استطاعت هي أن تحافظ على هذا الاستقرار الداخلي وأيضا على العائلة الملكية التي تعرضت كما ذكرت أنت لعواصف كبيرة، منها أزمات كانت تتعلق بالملك تشارلز نفسه. كيف يمكن لتشارلز أن يواجه الحقبة التاريخية الجديدة في تاريخ بريطانيا، خاصة أن التحديات لا تقل عن تلك التي كانت موجودة في الماضي؟ هناك أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، هناك علاقة أوروبية بريطانية تبدو متوترة أحيانا، هناك تساؤلات كبيرة حول القادم. أنا يعني أتفق معك بكافة هذه النقاط. أعتقد أن المرحلة أيضا هي مرحلة صعبة عالميا على المستوى العالمي، هناك تغيرات نشهدها على كافة المستويات في العالم اليوم، هناك يعني إذا صح التعبير حرب باردة تبدأ من جديد، هناك عالم متعدد الأقطاب. ففي حين كانت الملكة إليزابيث في مهامها الأولى في مطلع الخمسينات تتعاطى وتتعامل مع كيفية إعادة النهوض بأوروبا ما بعد الحرب، اليوم الملك تشارلز الثالث سينشغل أيضا بأجزاء منها بتداعيات حرب جديدة في أوروبا لم نرى مثلها منذ 70 عاما، لا سيما اجتياح روسيا لأوكرانيا. وبالتالي هناك أيضا تداعيات لهذا الاجتياح،
أقلها على غلاء أسعار الطاقة، والذي يعني يسيء إلى كافة حكومات العالم، ولكن بالإضافة إلى ذلك بريطانيا تقع في موقع حساس بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ومن المظلة الأوروبية التي كانت أيضا تعطيها عمقا أكبر في التعاون. فبالتالي أمام يعني إذا صح التعبير الملك تشارلز الثالث يدخل إلى قصر باكنغهام، وأيضا سيكون عمله في بدايات عهده مثقلا بمشاكل لا حلول لها بشكل سهل، وبالتالي يعني موقفه سيكون صعب. ولكن أيضا إن التجديد في مؤسسة الحكم ربما أيضا سيساعد وسيساهم من تخفيف وطأة الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد، وأيضا سيسهل على الحكومة أن تفتح صفحات جديدة مع ملك جديد وعاهل جديد سيسهر على شؤون وشجون الأمة وله. هل بخبرتك الصحفية أستاذ محمد تتوقع أن يكون هناك عهد طويل للملك تشارلز الثالث البالغ من العمر 73 عاما، لأن الدائرة تتسع في الأوساط الإعلامية لتوضع صورة ولي العهد ويليام بشكل كبير؟ يعني بشكل أو بآخر حتى الآن طبعا هذا القرار يعني في يد الملك تشارلز الثالث وحده، إن كان أراد أن يطيل عهده أو أن ينقل إلى الجيل الجديد، أي جيل الأمير ويليام ولي العهد الآن. ولكن أعتقد إذا اعتبرنا وراجعنا سيرة هذه العائلة و قدرة الملكة إليزابيث على خدمة بلادها حتى عام 96، حتى عمر 96 عاما، أنا أعتقد أن أمام الملك تشارلز الثالث إذا يعني كان لم يكن هناك عوارض أو هناك أحداث هامة كبيرة وخطيرة للغاية تصيبه أو تصيب من حوله، أعتقد أن هذه العائلة تعمر طويلا. والده عمر إلى حد أيضا 97-98 عاما، نعم. توفي عام 99 عاما أعتقد. صحيح. نعم الأمير فيليب دوك أدمرة، نعم. وبالتالي الجينات أستاذتي العزيزة يعني تبدو قوية وستلعب دورا أيضا. ولكن كان الحديث ربما وفقا لوسائل الإعلام الغربية ليس في مسألة الجينات، ولكن في مسألة التأهل لهذا المنصب، لأن البعض كان يضع علامات استفهام كبيرة حول التاريخ الخاص بحياته الشخصية ومسيرته، والانتقادات التي كانت توجه إليه من قطاعات من الرأي العام البريطاني، هم يرون أن ابنه ولي العهد هو أكثر شعبية منه. هو بالفعل يعني أنا أتحدث بداية عن الجينات، أنه إذا تركنا للجينات فإنه يعني المؤشرات أنه باق والعلم لله طبعا، ولكن أيضا من ناحية الشعبية أعتقد أن شعبية الأمير تشارلز ربما كانت في وضع صعب قبل عام 2013، ولكن ما بعد 2013 والقانون قانون التعديلات القانونية التي أدخلت على ولاية العهد وعلى من يمكنه تبوء يعني الأكسنشن أكت وتعديلاته لعام 2013 والتي سهرت الملكة إليزابيث على تمريرها في البرلمان، ربما أفضت إلى قبول زواجه من كاميلا باركر بولز، أفضت إلى قبول كاميلا باركر بولز كملكة قرينة، وأيضا أن يكون تشارلز جاهزا للحكم. هناك طروحات فلسفية في بعض الدوائر الإعلامية والدوائر السياسية البريطانية التي تقول بأنه ربما علينا تجديد العهد وأن يكون هناك أحد من جيل الشباب يصعد إلى رأس العرش، ولكن هذا يعني يتعلق بمجلس المجلس الدولة الأعلى أو مجلس العرش الأعلى البريفي كونسل أو الأكسيشن كونسل، ولكن أيضا ربما توصياتهم تبقى توصيات وليست ملزمة للملك تشارلز الثالث، فهو إن أراد أن يحكم فإن الحكم بيده، وإن أراد أن يعتزل ويفتح المجال لولده. إذا سمحت لي أن الطائرة التي تقل الملك تشارلز الثالث تغادر اسكتلندا الآن متجهة إلى لندن. أستاذ محمد، كان من الأدوار المهمة أيضا للراحلة الملكة إليزابيث الثانية هي قدرتها على الحفاظ على الأسرة الحاكمة المالكة رغم تحديات
كانت عاصفة للغاية تتعلق ببعض القضايا الشخصية، ببعض الخروج عن الأعراف في هذه الأسرة. هي كانت قادرة على الحفاظ على هذه الأسرة رغم هذه التحديات العاصفة. هل تعتقد أن الملك الجديد قادر أيضا تشارلز الثالث على هذا الأمر؟ أنا يعني إذا لاحظنا ما فعله الملك تشارلز الثالث في مسألتين هامتين. أولا يعني مسألة عدم قدرة والدتي على الحركة والحلول مكانها، وهو قام بذلك بشكل ممتاز برأي كثير من الخبراء. تمكن من مسألة خروج ابنه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وتخليهم عن الملكية، وتم احتواء وأيضا التوصل إلى اتفاقيات حول هذا الموضوع لتمر هذه الأمور بسلاسة. هناك أيضا العاصفة التي طرأت على مسألة الأمير أندرو ومسألة ما جرى مع يعني من تهم واتهامات موجهة إليه، وهو وبمساعدة والدته تمكنوا من تحييد مؤسسة الحكم المالكة. فكل هذه القضايا ربما تعطي شكلا من أشكال قدرة الأمير الملك تشارلز الثالث على التعامل مع الطوارئ التي قد تصيب العائلة المالكة، وبالتالي يعني يتمكن من تحييدها بشكل أو بآخر. نعم، الخطاب المرتقب له والذي من المقرر أن يسجل ويبث تلفزيونيا، ما هي أهم الملامح التي يمكن أن نتوقعها في هذا الخطاب؟ هل سيحمل عبارات عاطفية بشكل كبير باعتبار أنه سيكون الخطاب الأول له لعزة الملكة وأيضا لمواساة البريطانيين ودعم وحدتهم؟ أنا أعتقد أنه كخطاب أولي سيكون خطاب رمزي إجرائي يعني يوصل من خلاله الملك تشارلز الثالث رسالته للبريطانيين للقول أنه ها هو الآن يعني يمسك بزمام استمرارية العرش، وأن المؤسسة الحكم لابد وأن تستقر ويستمر استقرارها الذي أرسته الملكة إليزابيث الثانية. طبعا ربما في خطاب التنصيب متى ما جاء حفل التنصيب ربما في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فإن ذلك قد يحمل مغاز ومعان سياسية أكبر عن طريقة عمله ربما تكون مميزة عن والدته. ولكن اليوم هو عزاء للأمة، هو عزاء ذكرى لوالدته، يؤكد على المسيرة والمسار ووحدة العائلة المالكة وأيضا على وحدة البلاد. يعني سيكون هناك رمزية من خلال كلامه تؤطر إلى الاستمرارية ووفائه. هل متوقع أستاذ محمد في هذا الخطاب أن يكون هناك ثمة تفاصيل حول الجنازة، الدفن، كيف سينقل الجثمان، متى سيتم ذلك؟ هل نتوقع أن يكون هذا حاضرا؟ لن يكون هذا الموضوع حاضرا، لأن ذلك مرتبط باجتماعات الملك تشارلز الثالث التي ستجرى يعني ربما اليوم أو الغد أو بعد غد ضمن المجلس الأعلى للعرش، البريفي كونسل والأكسيشن كونسل، والذين سيضعونه في صورة الجنازة، شكلها، كيفية احتوائها، تاريخها المحدد إن كان يوافق أم لا. وكل هذا يعني سيكون له تدخل فيه، وبالتالي لا أعتقد أن هذه الأمور حسمت بعد قبل إجراء هذه الاجتماعات، وإن كانت موضوعة كل تلك الخطط على الورق تنتظر مصادقة الملك الجديد عليها. شكرا لك الصحفي الأستاذ محمد شوبارو من لندن، شكرا على وجودك معنا في هذا الجزء من التغطية على شاشة العربية. وهذه هي صورة طائرة الملك تشارلز الثالث يغادر اسكتلندا متجها إلى لندن، وسنتابع معكم الكلمة المرتقبة له في خطابه التلفزيوني الذي من المقرر أن يسجل بعد ساعة من الآن، ونحن سنبقى معكم في هذه المتابعة.